إذا بتسمحوا هلأ رح نعمل صلاة صغيرة من أجل إعادة مباركة الكنيسة بعد ما تم تجديدها. أكيد الكنيسة مباركة سابقاً ومدشنة، ولكن بعد ما تم تجديدها هذه مناسبة بالنسبة لنا حتى نشكر أول شيء ربنا اللي عم بيأهلنا حتى نقوم بهالأعمال الكويسة والخيرة، وثانياً حتى نشكر كل الأشخاص الذين ساهموا من قريب أو من بعيد من أجل تجديد هالكنيسة الجميلة على اسم القديس يوسف. إلى الرب نطلب يا رب ارحم. تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. أيها الرب القدوس، يا مبدع كل الكائنات من العدم وخالق المياه وضابطها بحكمة قدرتك، أنت بارك هذا الماء وقدسه بقوة وفعل روحك القدوس الصالح والمحيي. اجعله صائنا لعبيدك من كل مضرة، مبيدا للشياطين، معيدا من الأفعال السحرية المتنوعة. اجعله شفاء للأمراض، غفرانا للخطايا، طبا للآلام، تنقيا للنفوس والأجساد، تقديسا للمنازل والكنائس، ومجلبا لكل منفعة. أنعم على الذين يتناولون منه ويمسحون به بالتقديس والبركة والعافية، لكي يتمجد بذلك اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. آمين. يا رب نطلب يا رب ارحم. أيها السيد الرب إلهنا، يا من لكثرة صلاحك التي لا ينعت أهلت هذا الهيكل لأن يسمى مسكنا لمجدك الذي لا يدنى منه ولا يوصف، بتقديسك إياه بفعل روحك المحيي الكلي قدسه. لهذا فأنت تعطب برحمتك الغنية العظمى علينا نحن عبيدك الخطأ البطلين، وتقبلت الباطن المقدم لك بإيمان صادق، وقدس هذا البيت مع المذبح الذي فيه بحلول روحك القدوس، وجدد النعمة التي كان فيه قبلا لتكون صلواتنا والتمجيدية فيه مرضية لديك، وتقدمتنا الذبيحة غير الدموية حسنة القبول لديك لتمجيد وتسبيح صلاحك. نعم يا سيد الكل، يا من أنت وحدك الطاهر بالطبع والكلي القداسة المقدس الكل بكلمتك، طهرنا أيضا نحن المضرعين إليك من كل قلوبنا، ونقنا من كل جسد نفسي وروحي، ومن الأفكار المشككة، ومن الضمير المتقل بالبحث، لأنك أنت تقديسنا، ولك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. آمين. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك، مانحا للعالم السلام، واحفظ بصليبك رعيتك. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك.
خطر وشدة إلى الرب نطلب البركات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع القديسين والنودي على المسيح الإله ذواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها لك يا رب. يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمي يمنعه ما يسألون أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم واهما لنا في هذا الدهر الحاضر معرفة حقك
ومنعما علينا في الآتي بالحياة الأبدية، لأنك إله صالح ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. هلموا نبتهجوا بالرب ونهلل لله مخلصنا. من شفاعة والدة إلى يا مخلص خلصنا. نبادر إلى وجهه بالاعتراف وبالمزامير نهلل له. من شفاعة والدة إلى يا المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الدارين. آمين. يا كلمة الله من الوحيدة الذي لا يموت، لقد رضيت من أجل خلاصنا أنت تجسد من والدة الإله القديسة مريم الدائمة البتولية، فتأنى النفس بغير استحانة وبالموت وقت الموت أنت أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدوس. Be
صاب القفر العقيم وبزفراتك العميقة أثمرت أتعابك مئة ضعف فصرت للمسكونات كوكبا متلالئا بالعجائب يا أبانا البار بنيامين فاشفع إلى المسيح الإله في خلاص نفوسنا. إن يواكيم وحنة من عار العقر أطلقا وآدم وحواء من فساد الموت عتيقا بمولدك المقدس أيتها الطاهرة فله يعيد شعبك أيضا وقد أنقذ من تابعة الزلات صارخا إليك العاقر تلد والدة الإله مغذية حياتنا لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى دهر الداهرين آمين قدوس لله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت رحمنا لتكن يا رب رحمتك علينا بحسب اتكالنا عليك ابتهجوا أيها الصديقون بالرب بالمستقيمين يليق التسبيح فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس يا إخوة إن الله قد أبرزنا نحن الرسل آخرين الناس كأننا مجعولون للموت لأننا قد صرنا مشهداً للعالم والملائكة والبشر
نحن جهال من أجل المسيح، أما أنتم فحكماء في المسيح. نحن ضعفاء، أما أنتم فأقوياء. أنتم مكرمون، أما نحن فمهانون. وحتى هذه الساعة نجوع ونعطش، ونرى ونلطم ولا قرار لنا، ونتعب عاملين بأيدينا. نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يشنع علينا فنتضرع، قد صرنا كأقذار العالم، كأوساخ يستخبثها الجميع حتى الآن. ولا أكتب ذلك لإخجالكم، لكني أعظكم كأولاد الأحباء، لأنه ولو كان لكم ربوات من المعلمين في المسيح، ليس لكم آباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل. فأطلب إليكم أن تكونوا بي مقتدين. السلام لك أيها القارئ. فجثى له وقال: يا سيد ارحم ابني، فإنه يعترى في رؤوس الله التي ويتألم جدا، فإنه كثيرا ما يقع في النار وكثيرا في الماء، وقد قدمته لتلاميذك فلم يستطيعوا أن يشفوه. فأجاب يسوع وقال: أيها الجيل غير المؤمني الأعوج، إلى متى أكون معكم؟ حتى متى أحتملكم إلي به إلى هنا؟ وانتهره يسوع فخرج منه الشيطان، وشفي الغلام من تلك الساعة. حينئذ دنا التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا: لماذا لم نستطع نحن أن نخرجه؟ فقال لهم يسوع: لعدم إيمانكم، فالحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان مثل حبة الخردل لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك، فينتقل،
ولا يستحيل عليكم شيء. أما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم، وإذ كانوا يطوفون في الجليل قال لهم يسوع: إن ابن الإنسان سيسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. حقا إله واحد أمين. إخوتي الأحبة وكل الضيوف الكرام الموجودين اليوم في كنيسة القديس يوسف، أهلا وسهلا بالجميع. عندنا مناسبتين عزيزات على قلب الأبرشية وعلى قلب الكنيسة. أولا عندنا تجديد الكنيسة بفضل وسخاء مجموعة من الأشخاص، بينات النائب العزيز عمر وكل الذين قدموا من قريب أو من بعيد، من خلال تعبهم، من خلال حضورهم، من أجل تجديد هذه الكنيسة. وبتعرفوا الكنيسة الجديدة قيمتها مش بس بالشيء الجديد، البلاط الجديد والشبابيك الجديدة والطرش الجديد والكهرباء، حلوين كلهم، ولكن ما بيعملوا الكنيسة. الكنيسة هي أنا وأنتو. نحن بقدر ما منجي إلى هذا البيت ومنصلي تتحول بالفعل الكنيسة إلى كنيسة، تصبح كنيسة الكنيسة عندما تصلي. الجماعة جماعة عادية من الأشخاص، ولكن عندما تلتقي في هذا المكان وترفع الصلاة للرب يسوع تتحول إلى كنيسة، مش من الحجارة ولا من البطون ولا من الكهرباء ولا البلاط، لكنها تتحول إلى حجارة حية، إلى مؤمنين بيأمنوا مثل ما بيحكي اليوم النص: لو كان لكم إيمان مثل حبة الخردل لتقولون لهذا الجبل، من جبل أشرفية والجبل فيه من المسيح قديما، هذا الجبل اللي نحن موجودين عليه اليوم جبل أشرفية بإمكانه أنه يتحول ويصير إلى جبل جميل جدا جدا، إلى جبل يلتقي فيه الإنسان مع خيو الإنسان، إلى جبل يلتقي فيه الإنسان مع ربه. إذن هذه الكنيسة أيضا بدها تصبح مساحة للتلاقي، للتلاقي بين بعضنا البعض، وللتلاقي مع الله، مع يسوع المسيح الذي دعانا دعوة مقدسة. إذن المناسبة الأولى بالنسبة لنا هي تجديد الكنيسة، وشكر كل الأشخاص اللي كانوا أسخية مع الرعية، اللي كانوا أسخية مع الأبرشية. اليوم كلنا سوا منحب نحملهم بصلاتنا، نحملهم بهالقداس، حتى نقول للرب شكرا لأنك أعطيتنا أشخاص من هذا الطراز، أعطيتنا أشخاص أسخية، أشخاص بيعرفوا يقدموا من وقتهم، بيعرفوا يقدموا من مالهم، بيعرفوا يقدموا من راحتهم، بيعرفوا يقدموا من سخائهم، من أجل أنه تضل الرعية حية. إذن تجديد الكنيسة، ولكن أيضاً تجديدنا نحن. نحن بحاجة يا أحبة أن نتجدد، أن نصبح جدد بعد أن عتقنا بالخطيئة، عتقنا بالتباعد عن بعضنا البعض،
عتقنا بالتباعد عن الله، نحن بحاجة أيضاً أن نصبح جدد بالمسيح. هذه المناسبة الأولى إذا تجديد الكنيسة، وعندنا أيضاً مناسبة أخرى للعزيز أبونا جون. تفضل أبونا جون لحديه. أبونا جون له 25 سنة كاهن في هذه الأبرشية، اليوم الأبرشية بتحب تقول له شكراً أبونا على كل تضحياتك، مش بس بالأشرفية، بالرعاية اللي مر فيها أبونا جون، كان بالمطرانية قديماً والمطرانية حديثاً إلى الزرقاء إلى الأشرفية. وين بعد خدمت أبونا؟ بأربد كمان، بالعقبة بالعراق رحت؟ على العراق. على العراق كمان. إذن هذه المحطات اللي عاشها أبونا جون مع الأبرشية ومع الرعية، اليوم الكنيسة بتحب تقول له شكراً على تضحياتك. أول شيء شكراً لأنك قدمت حياتك وعملت خورة ونحن بحاجة لكهنة. شكراً لأنك ضحيت مع هذه الرعاية اللي خدمت فيها وأردت أنه تعطيها روح جديدة، تعطيها روح من روح المسيح حتى تتجدد هذه الرعية وهذه الرعاية اللي مررت فيها. اليوم باسم الكهنة جميعاً في الأبرشية، باسم الأبرشية وكل اللي بيتعبوا فيها، نحب نقول له لأبونا جون شكراً على هذه الخدمات. استهزاكم. وتقديراً لخدماته أنا حبيت كمان أني كرمه أعطيه الصليب المقدس لأبونا جون حتى يلبسه ويكون ستافروفوروس، يعني حامل الصليب، مش بس بالألام. الصليب في المسيحية هو رمز الألم ورمز المعاناة، وأيضاً الصليب هو رمز للقيامة. أبونا جون هو رمز لحضور القيامة في وسط هذه الأبرشية وفي وسط الرعية. هلا رح نعمل له صلاة ونلبسه الصليب المقدس. مر أيها السيد المقدس. تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. إننا بنعمة الروح الكلي قدسه ننتدب الأب جون حداد ستافروفوروس في أبرشية بيترا وفيلادلفيا وسائر الأردن، باسم الآب والابن والروح القدس. إلى الرب نطلب. أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا، يا من منحت جنسنا الكهنوت وسربلتنا بنعمة هذه الموهبة والكرامة وجعلتنا ورعين قادرين على القيام بواجب الترتيب والخدمة كهنوتيا نحو من هم دوننا من خدام أسرارك، أنت سربل أخانا جون بصليبك الكريم وجمله بالوقار لكي يقف متقدما كهنة شعبك، وأهله أن يكون مثالاً صالحاً للذين بعده، وارتضي بأن يتم عمره بورع وحشمة في شيخوخة صالحة، وارحمنا جميعاً بما أنك وحدك صالح ومحب للبشر. هيا هلأ بدي أقول له كلمة باليونانية لجون. أبونا جون تعني مستحق، أكسيوس. كلنا سوا بعد ما أقول أنا أكسيوس، كلنا سوا منجاوب كجماعة. أول شيء الخوروس بيجاوب أكسيون أكسيوس، وبعدين الجماعة كلها سوا بتقول مستحق. أكسيوس 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 أكسيوس. أكسيوس أكسيوس أكسيوس.
كثيرة يا سيد، لسنين كثيرة يا سيد، لسنين كثيرة يا سيد. حتى إذا كنا مسنين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين. آمين. أيها المثيلون عمر نبر وكل المحسنين إلى هذه الكنيسة المقدسة والذين ساهموا بتجديدها كاهن الرعية أبونا جون وكل المجلس العامل معه وأبناء هذه الرعية الحاضرين والغائبين فليذكر الرب ليلى في ملكوت السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. السماء كل حين الآن وإلى دار الدارين.
المطوبين دائم الذكر الذين عمروا هذه الكنيسة المقدسة والذين سبقت لهم الخدمة فيها من كهنة وشمامسة وعلمانيين وعلمانيات وجميع موتاكم في المسيح، فليذكر الرب الإله في ملكوت السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين. آمين. يذكرك الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. القابل ذبيحة التسبيح للذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا نحن أيضا الخطأ قلبتنا، وقدنا إلى مذبحك المقدس، واجعلنا جدرنا بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهلات الشعب، وإنا لا نصيب عذرة في عينيك، فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله. برافة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين. آمين. السلام جميعكم ولروحك. نحب بعضنا بعضا لكي نعترف بنية واحدة بالآب والابن والروح القدس. المسيح فيما بيننا، المسيح فيما بيننا، المسيح فيما بيننا. بحكمة فلنصغي أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي كان كل شيء، الذي لنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس، ومن مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، وتألم وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب،
وأيضاً يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنتصر من الآن الذي هو مع الآب والابن مسجد الناطق بالأنبياء وبالكنيسة واحدة جامعة قدسة رسولية معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونرجى قيامة الموتى. لنقف حسناً ولنقف بتهيب فلنصغي لنقدم بسلام القربان المقدس. ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس فلتكن مع جميعكم. ومع روحك. نرفع قلوبنا إلى العلا. أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل ولا يرى ولا يدرك الدام الوجود والكائن هو هو أنت وابنك الوحيد روحك القدوس أنت خرجتنا من العدم إلى الوجود وبعد أن سقطنا اتفقمتنا وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وانعمت علينا بملكك الآتي لأجل هذه كلها نشكرك نشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس كما نشكر لك كل من إن من إحساناتك المعروفة والمجهولة الظاهرة والخفية نشكر لك أيضا هذه الخدمة التي تطلعت أن تقبلها من أيدينا مع أن ألوف من رؤساء الملائكة وربوات الملائكة مثل لديك الشربيم والسرابيم ذوي الأجنحة الستة والعيون كثيرة محلقين وطائرين ورنمينا بنشيد الظفر هاتفينا وصارخينا وقائلين لمغفرة الخطايا. آمين. اشربوا من هذا كلكم هذا هو دمي العهد الجديد الذي يراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. آمين. ما لك مما هو لك نقربه لك عن كل شيء
ومن أجل كل شيء. أولاً أبانا فرانسيس وبروما الطباوي وأبانا وبطرياركنا يوسف المغبوط وإخوتنا السادة الأساقفة أعضاء المجمع المقدس، وأنعم على كنائسك المقدسة أن يكونوا في سلام أصحاء مكرمين معافين مديد الأيام مفصلين بإحكام كلمة حقك. اذكر يا رب أبانا ورئيس كهنتنا جوزيف الموقر، ونعم على كنائسك المقدسة أن يكون في سلام صحيحا مكرما معافا مديد الأيام فصلا بإحكام كلمة حقك. قدس في خدمتهم واحفظ جميع المؤمنين، وأعطنا أن نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الجدير بكل كرامة والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الدائرين. ولتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. لأجل هذه القرابين الكريمة المقدمة والمقدسة إلى الرب نطلب. أن يكون يومنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة الرب نسأل. ولك سلام مرشدا امينا حارسا نفوسنا واجسادنا الرب نسأل. استجب يا رب سلامك خطايانا وغفران ذنوبنا الرب نسأل. استجب يا رب
والسلام للعالمين. ربنا سال استجب يا سلامة وتوبة. ربنا سأل استجب يا رب. وأثر حياتنا مسيحية سلامية بلا وجع ولا خزي، وأن نؤدي جوابا حسنا لدام بر المسيح الرهيب. ربنا سأل استجب يا شركة الروح القدس، ولنودع المسيح إلى ذواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها لك يا رب. إذا بتسمعوا هلا كلنا سوا منوقف حتى نصلي مع بعضنا الصلاة اللي علمنا إياها سيد المسيح اللي هي صلاة الأبانا. خلينا نصليها اليوم بتقوى وعلى نية كلنا وعلى نية كل المحسنين إلينا، وخصوصا نصليها بوعي إنه نحن أبناء لله، نحن أبناء لله بواسطة يسوع المسيح الذي تبنانا. أبانا الذي في السماوات ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. آمين. السلام لجميعكم. ولروحك. احنوا رؤوسكم للرب. نعمة ابنك الوحيد ورافته ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل آوان وإلى دهر الدائرين. الأقداس للقديسين قدوس واحد رب واحد يسوع المسيح أيها
الشم ما يستقدم. فإن الذي قد مس شفاهنا فهي تزيل آثامنا وتطهرنا عن خطايانا. بمخافة الله وإيمان ومحبة تقدموا. آمين آمين آمين. اللهم الرب اظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب من اليوم شريكا لعشائك السري يا ابن الله، لأنني لست أبوح بسرك لأعدائك ولا أقبلك قبلة غاشة نظير شاكرا قرن يا رب اذكرنا يا سائل قرن يا قدوس متى وبارك ميراثك لقد نظرنا النور الحقيقي وأخذنا الروح السماوي ووجدنا الإيمان الحق فلنسجد للثالوث الغير المنفصل لأنه خلصنا تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين آمين. في أسرار المسيح الإلهية المقدسة الطاهرة الخالدة السماوية المحية يا رب ارحم. نشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا لأنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة
فقوم طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، سن حياتنا وطد خطواتنا بصلواتي وتضرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك، لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. آمين. ننطلق بالسلام باسم الرب. يا رب ارحم. كنيستك، قدس المحبين أبا بيتك، أن تعوضهم عن ذلك مجدا بقدرتك الإلهية، ولا تؤمننا نحن المتوكلين عليك. هب السلام لعالمك، لكنائسك، للكهنة، لملكنا، وللجنود، ولسائر شعبك، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلاء منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار، وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار. ليكن اسم بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل آوان وإلى دار الدائرين. المجد لك أيها المسيح الإله الحقيقي، احفظه يا القديسين. مبروك الكنيسة الجديدة، وإن شاء الله بتضلها ملانة مثل ما هي اليوم. مبروك أبونا جون كمان على الصليب المقدس، تحمل رعيتك مثل كأنك حامل الصليب. تفضل وارتاحوا. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يقول أشعيا النبي: أسر سرورا في الرب وتبتهج نفسي في إلهي، لأنه ألبسني ثياب الخلاص وشملني برداء البر، كالعريس الذي يتعصب بالتاج وكالعروس التي تتحلى بزينتها. فكما أن الأرض تخرج نباتها والجنة تنبت مزروعاتها، كذلك السيد الرب ينبت البر والتسبحة أمام جميع الأمم. سيادة المطران كير جوزيف جبارة الجزيل الوقار والاحترام، قدس الآباء الأجلاء، سعادة النواب الأكارم،
أبنائي وبناتي الروحيين. اختارني الرب الإله ودعاني للكهنوت وأنا لا أستحق هذه النعمة، ومنذ 25 عاماً أي ربع قرن من حياتي الأرضية وأنا أسعى للقيام برسالة الكهنوتية وأن أعيش الآية التي اخترتها يوم رسامتي: ما جئت لأخدم بل لأخدم. أجد نفسي غير قادر لوحدي في خطيئتي وضعفي لتلبية هذه الدعوة، ولكن الرب الإله بحبه الأبوي الذي يفوق إدراكنا وبنعمة منه مجانية كان ولا يزال يشجعني ويقويني لأساهم معه في ورشة بناء الملكوت في قلوب أبناء الرعية من خلال التقديس والتدبير. فإن صليت أو قدست أرفع في قداسي رعيتي لتكون صورة لملكوت السماوات على الأرض، وإن علمت فهمي الأول أن تكون كلمة الله حية وفاعلة في قلوب السامعين، وإن قمت برسالتي بأية خدمة أو مناسبة فهدفي أن أشهد لمحبة ملك المحبة وجعل ملكوته ملكوت الرحمة والرأفة نوراً للعميان فيبصرون، وشفاءً للعرج فيمشون، وكلمةً صادقة في أذان الصم فيسمعون، وحياةً للموتى فيقومون، وخلاصاً للفقراء فيبشرون، كما يقول لي في كتابه المقدس في سفر إرميا النبي: فإنك لكل ما أرسلك له تذهب وكل ما آمرك به تقول. وقال لي الرب: ها أنا ذا قد جعلت كلامي في فمك. وطيلة الربع قرن مع كل تجربة وكل ضعف أراه يقويني ويمدني بالقوة والصبر بقوله: تعالوا إلي أيها المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. ويعطيني العزم للوقوف بالتجارب بقوله لي: ثقوا إني قد غلبت العالم. أقول شكراً لكل الرعايا التي اختبرت فيها فرح خدمة الكهنوتية 25 عاماً. تغذيت في كنائسها بجسد ابن الله ودمه الكريمين المقدسين، وأعطيته بدور غذاء للعالم في الأسرار المقدسة المعمودية والتثبيت والتوبة والقربان الأقدس ومسحة المرضى والزواج. وفي الصلوات الليتورجية، وأقول شكراً 25 عاماً لرعية جبل عمان ورعية أنديانا في أمريكا الولايات المتحدة، هل نسيتها؟ والأشرفية ورعية الزرقاء الشمالي خاصة، خدمت فيها 15 عاماً متواصلة، والتي أشتاق لحجارها وأعمدتها، أحملها بصلاتي وفي الكأس المقدسة، وأخص بالذكر جوقة الكنيسة التي عشت معهم حياة لترجية روحية شادي كفوف، انتصار سواقد، ليلى سواقد، أحلام طشمان، والذين لم يحضروا اليوم لأسباب خاصة: مجد بواب، منتصر حداد، سليم بواب، والأستاذ شاكر، والقاضي وسام حداد، وآبائنا عماد وغلاء وغالب بواب، ووالدهم الطيب الذكر أبو عماد بواب رحمة الله عليه، والطيب الذكر المحامي سامي طشمان رحمة الله عليه، الذين من خلال أصواتهم وصلواتهم كنت أنتقل من الأرضيات إلى السماويات،
وأبناء رعية في الزرقاء الشمال سابقاً يشاركونني شعور الانتقال الروحي، ولكن لإرادة الأبرشية تم نقلي منها قبل أن أنهي صيانتها وتكملة تزيين جدرانها العلوية بالأيقونات المقدسة. في هذا الوقت أتأمل معكم حول دعوتي التي منحني إياها الله تعالى، ليس عن استحقاق بل كرم منه وعطاء لا متناهي. هذان اللذان شغلاني لفترة طويلة لأفهمها، وفي النهاية أصبحا الطريقة التي أحاول من خلالها اتباع يسوع المسيح له المجد في التكرس. ومع الوقت فهمت أن العطاء والكرم ليسا نتيجة حاجة فيض مما نحن عليه وما نكسبه وما يغنينا به الله، كأنه يعطينا لنغني لا لنختني. وفهمت من دعوتي أنني لست الأهم، ولكن علاقتي بالداعي هي التي تدخلني بالأهم في حياتي، وكل ما عندي من وزنات إنما هي من الله ومنه أيضاً حسن المتاجرة بها على حد قول الكتاب المقدس. فلا عظم الرسالة ولا رهبة الموقف هي التي تحدد دور المدعو وأهميته، ولكن يد الرب التي تسهل أمامه وتلين القلوب وتفتح الأذهان لقبول الكلمة والرسالة. فالله تعالى هو المبادر والمحضر والمنجح بكل ما قمت به أو حققته من إنجاز، ليس فردياً إنما إسهاماً مني بعمل الرب الذي أرادني أن أكون له ومعه، وأن يحقق من خلالي الحضور للآخرين. وأرجو من لدنه تعالى أن أتابع هذه المسيرة للدخول إلى الوطن السماوي، حيث يأخذ الوجود معناً من الذي هو رب الوجود يسوع المسيح له المجد إلى أبد الدهور. في النهاية أشكركم جميعاً لأنكم جزءاً من دعوتي ونموي. أشكر صاحب السيادة كير المطران كير جوزيف جبارة الكلي الوقار والاحترام على بركته وترأسه هذا الاحتفال بإعادة تدشين الكنيسة واليوبيد الفضي الكهنوتي. أشكر جميع من تبرعوا ودعموا، وبالأخص سعادة النائب عمر النبر أبو ركان اللي كان له فضل كبير حتى نبلش بإعادة صيانة الكنيسة. من تبرعوا وساهموا ووقفوا معي مادياً ومعنوياً وأعطوني القوة لأستمر في صيانة هذه الكنيسة المقدسة، شكراً لكم جميعاً. شكراً إخوتي الأعزاء.